الساعة الأخيرة من حصة تايم أوت في فقرة الكلمة ليك. الكلمة ليك اليوم كما عودناكم كل مرة باش نجيبوا حالة اجتماعية، كل مرة نحاولوا نعاونوكم قدر الإمكان، نوصلوا صوتكم بالتليفون ولا حتى تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك متاعنا وتخليوا الرسائل متاعكم، هذا كله في الكلمة ليك. الكلمة ليك في الكلمة ليك اليوم باش نحكيو على حالة رضيع. حب ربي انه يتولد بتشوه خلقي، وهذه حاجة ربي بالطبيعة. اليوم الطفل ولا حالته خليني نقول تتطلب تدخل جراحي مش كبير، ولكن الام دارت بين السبيطارات وما لقاتش رد، والعذر كان واحد انه ما تنجمش تعمل العملية، كان بعد موعد طويل واستنى. هذا كان معناه إجابة كل سبيطار تطرق أبواب الأم. مشيت سألت قالوا لها راي العملية تتعمل في الكلينيك، ولكن حالة العائلة ما تسمحش أنه باش تقوم بعملية جراحية في كلينيك. باش تحكينا أكثر على الموضوع تدخل معنا بالهاتف أخت إنصاف، مرحبا بيك. عسلامة أخويا. عسلامة أختي. عسلامة. طمنا قبل. حبيت نحكي على حكاية حالة أسيد ولدي. طمنا قبل على صحة ولدك. الحمد لله لاباس، عنده فونت لابيال هو الحق ما ينجمش يرضع بالباهي وما ينجمش ياكل بالباهي. قداش عمره تو؟ ديجا فما ثقب بالداخل محلول، والحق حالته تعبه برشا وتنفس ماهوش تنفس قوي. مدام خذ نفس ما يسالش ونحكيو باللي تاب باللي تاب. تو صغير قداش عمره؟ عمره 3 شهور، داخل في الرابعة قريب يسكروا. 3 شهور. خلينا نفسر للمستمعين اكثر التشوه في فاش يتمثل بالضبط وين جاء. جاء في فمه وخشمه طايح، وكعلش ما ينجمش يتنفس بالباهي، وعنده ثقب بالداخل في جريجمه محلوله. اي انت مشيت هذاك هو الحق. الطبيب نتاعو شنو قال لك؟ كيفاش الطبيب نتاعو؟ عنده طبيب مباشر ولا عنده؟ قال لي يلزم تمشي تعمله في الكلينيك خاطر حالته ما عندناش في السبيطارات بومج نتاع بيبيات. ما عندناش. ركز لي على الجمله هذه، ما عندناش شنو؟ قال لي ما عندناش بومج نتاع بيبيات. ما عندناش بومج نتاع بيبيات في 2023 سيد المخرج. سبيطارات ما عندناش بومج نتاع بيبيات، وهو الحقيقه باش نوصلوا لمرحله انه ما عندناش بومج نتاع كبار اصلا، مش حتى نتاع بيبيات. يعني تشوف الحالات الكارثيه للسبيطارات والعباد فاش قاعده تعاني، هذا كل في 2023 معناتها نوصلوا نحكيو كيما هكا ما عندناش بومج نتاع بيبيات. في الكلينيك فما بومج نتاع بيبيات؟ هاي قالوا لي فما نجموا نعملوا له في 3 شهور، نجموا نعملوا له في 6 شهور، وطلبوا عليا الحق العملية باربع ملايين، وانا ظروفي ما تسمحش باش نعملها له الحق نتاع ربي. 4 ملايين؟ اي يعني المبلغ 4 ملايين معناها 4000 دينار مش 4 ملايين. 4000 دينار. اي كبير برشا انا نشوفه المبلغ يا مدام. الحقيقة معناتها 4 ملايين واقفة على حياة عائلة، 4 ملايين رضيع مازال في مقتبل العمر 3 أشهر، مازال ما شافش لحظة بركة مدام، رضيع مازال ما شافش الدنيا، مازال ما شاف حتى شيء، مازال كغير حتى سقيه في الدنيا. يعني حياته وحياة العائلة كل يعني واقفة على 4000 دينار. يعني اللي شخص منا ولا واحد أي مواطن، مش ما نقولش مواطن عادي وشهار، أي مواطن ينجم يوفر المبلغ هذا، أي واحد ينجم يصرف المبلغ هذا في ليلة. انا الحقيقه اللسان عجز على الكلام. 4 ملايين يعني الكلينيكات شنو قالوا لك الطب معناتها على حالته؟ وقتاش نجم تعمل له العمليه؟ وقتاش نجم يعني في الكلينيك؟ قالوا لي 6 شهور نعملوا هيك. 6 شهور يعني مش برشا، يعني مده 3 شهور اخرين يقعدوا يتبعوا فيه بالعلاج وبعد يعملوا العمليه. هما قالوا لي يحضر التصويره نتاع القلب نتاعو في جانف يجيبوا نعملوا العمليه ديريكت. المهم تصويره القلب تكون لاباس وكل شيء، وانا الحقيقه التصويره نتاع القلب نعمل فيها كان في السبيطارات، معناها ظروفي ما تسمحش باش نعملها في طبيب خاص وكل شيء، والسبيطار قال لي ما نعملها له كان في جانفي 17 جانفي ما حبوش يقدموني. يعني معناها بالموعد اي
وين سبيطار تنجم تسمينا ميسالش؟ في الرابطة، في سبيطار الرابطة. انت طلبت باش تقدم الموعد نتاعك هما قالوا لك ليه؟ قالوا لي، قالوا لي نعمل كان في البيت نتاعي. وعلاش؟ هل انه لاسباب يعني لا 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 حاولت معاهم قالت لي لا اعطيناك الداتا هذيك تجيب الداتا هذيك. اعطيناك الداتا هذيك تجيب الداتا هذيك. ربما احنا نمشي ديما في حسن النية نقولوا ربما فما اكتظاظ، فما يعني كثرة الطلبات على التصوير، على ربما فما نقص في الامكانيات في قسم الامراض الصدرية والقلب واللي هو باهي باهي. ومن بعد مدام تحضر التصوير نتاع القلب ديريكت نهزو للكلينيك نتاع مصحة الأطفال في منزه حديقة المنزه. الحقيقة أنا ظروفي ما تسمحليش، طلبت طبيبة قلت لها قداش تتكلف، قالت لي 4000 دينار، قلت لها غلط ظروفي ما تسمحش، قالت لي حاول كان نجم تاوين وما كانش يبقى سنة سبيطار، عطوني من رابطة بعثوني الجواب لباب سعدون، باب سعدون بعثوني قالوا لي ما نعملوهاش لهنا نمشي لشرنيكول، مشيت لشرنيكول قالت لي راهو نعملوها له كان 3 سنين والتجميل 17 سنة. 17 سنة؟ أي يعني يقعد بالتشوه هذاك 17 سنة. شوف الانعكاسات النفسية اللي باش ترجع للصغير، شوف معناها حالته كيفاش باش تولي من هنا ل 17 سنة، لا لي شيء إلا أنه السبيطارات ما تلقاش معاهم موعد، ما تلقاش معاهم وقت باش يعملوا له. والطبيبة اللي قالت لك على المبلغ هذا هي مشكورة، وأنا ولو أنه نعرفوا سيد علي وجماعة الكل محمد الهيشري التحقت بنا تو، اللي الطب عندهم بورسنتاج احنا في العمليات نتاعهم والتدخل الجراحي اللي يقوموا به. أنا أقول حالة خاصة كما هذه لا باش تغني لا باش تفقر، حالة خاصة كما هذه متاع رضيع مازال كي ورا وجهه في الدنيا 3 شهور، معناتها مازال ما حتى عينيه يمكن بالسيف يحلهم، عنده تشوه خلقي، معناتها الامور لهنا ما عادش نحكيه على فلوس محمد، ما عادش نحكيه على طبيب نسبة متاعه باش ياخذها من سبيطار، ما لقيتش ما نحكيه في حاله كما هكا، ما صدقني ما لقيت ما نحكي. هو للاسف هذه حاله اللي وصلت واللي ربما نجحت انه توصل صوتها على الاقل، لكن هي حاله من الالف، حاله من الالف الحالات خاصه في صفوف صغيرات. منظومه الصحه احنا كي نحكي عليها في تونس منظومه مازالت متهريه برشا، تشوف في السبيطارات بتاعنا من ناحيه البنيه التحتيه ومن ناحيه الـ احنا تجاوزنا محمد البنيه التحتيه التدخلات لهنا ما نشوفوش الكفاءه موجوده، ولكن الطب في تونس ما زالنا نحكيو بمنطق الفلوس. المواطن التونسي اليوم ما يشعرش اللي هو مغطي بمنظومه صحه عموميه، الطب العمومي للاسف في بعض الحالات يعطيو معناها رونديفوات الناس تعجيزيه تعجيزيه، يعني امراض ما تستناش ما تتطلب تدخل عاجل، الاطارات الطبيه يخدموا فوق الطاقه نتاعهم، الكفاءات كل يوم قاعده تهرب عليك تخرج للخارج، الدوله في صمت اليوم حتى، ولكن ما عندناش امكانيات محمد. انا كي تسمع المراه اليوم شنو قالت من بكري شويه، قالت لك السبب السبيطار شنو هي اللي كانت اللي تتوقع الاجابه نتاعهم، انه يقول لها ما عندناش بنج نتاع صغار متوفر وفي الكلينيك موجود، يعني المشكل ماهوش من الصحة، يعني متوفر في تونس الصحة العمومية، ماهيش المشكلة في الصحة بصفة عامة، الشيء متوفر في تونس معناه، لكن في القطاع الخاص، في القطاع الخاص خاطر الفلوس. خاطر وقت نهملوا منظومة الصحة العمومية، منظومة الكرني، احنا المواطن التونسي كي يدخل يعدي بالكرني تحسه كأنه داخل يطلب مش داخل يعدي، سيرتو في تكره روحك، تكره روحك نهار تدخل السبيطار سواء مريض والا تهز شكون مريض. الحقيقة ربي يفرج بالحق على الصغيرات، ربي يفرج على كل مريض، ولا خلف ونوسعوا بالنا وان شاء الله ربي يكون في العون، وان شاء الله يا خويا تتحسن الامور. الحقيقه ما ثماش حتى بوادر نتاع، ما ثماش حتى بوادر نتاع تحسين البنيه التحتيه، خاصه نشوفوا حتى ميزانيه مشروع ميزانيه الدوله ل 2024، ما نشوفوا في فلوس كبيره مرصوده للصحه اليوم، صحه التوانسه في الميزان ما نلعبوش بها، كما وقفنا لبلادنا في الكوفيد وعجلنا بالتلقيح وانقذنا ارواح
الابرياء اليوم كيف كيف نقفوا للصحه العموميه ونرجعوها حق كل مواطن تونسي كيك سوا صغير والا كبير، وخاصه الصغيرات. شو ذنبه هو اليوم يتخلق في بيئه كما هكا، يتخلق في بلاد ما تمنش بالصحه العموميه؟ انا كنت شفت الصوره اليوم نتاع الرضيع، حقيقه تبارك الله عليه مدام ساعه ولدك مزيان ما شاء الله عليه، ولكن احتراما في الرضيع واحتراما فيك انت اخت انصاف ما نشبش نعديوها الصوره نتاعو اليوم. ولكن بالحق الناس الكل معناتها كما كنا نحكيه على الطبيب، يعني هي اخصائي تجميل هكا مدامه، اي اخصائي تجميل يعني تبارك الله ربي يزيدهم، ما مش نحسبوا له معنى اخصائي تجميل، انت تعمل في مئات العمليات كمش اكثر معناها، يعني مش باش تقف حياتك على عمليه باش تزرع فيها حياه انسان جديده باش تعطيه الامل للحياه هذه رضيع ثلاثه شهور، يعني حياتك نتصور انا بورسنتاجك انت ابسط حاجه نجم تتنازل عليه من ممبري هذا ندعوك، ولو انه مهنتك ما ندخلوش فيك، ولكن نجم تتنازل على حقك هذاك بايك في الكلينيك. نعرفوا احنا التوانسه الكل التوانسه هو اللي ياخذ بار الاكبر في الكلينيك، هو موجود العامل الجانب الانساني موجود والله العظيم، ولا كنت حتى في حياتي الخاصه تعرضت للموضوع. انا الحق راني ما نخدمش أو زينك أنت مدام أنا زين، هما موجودين واحد ما يجمعش، موجودين ولاد الحليل وموجودين الناس اللي تعمل في الخير والتعاون، لكن المواطنة هذه ماهيش طالبة صدقة يا أخوي، ماهيش طالبة حسنة، هي من طبيب ولا من غيره ولا من كلينيك، هي طالبة حقها، حق ولدها أنه اليوم يتعالج، أنه يتعالج صغير شنو ذنبه. هذا واجب الدولة تجاه المواطن، مش نستناو في حسنة وإلا صدقة من عند محمد طبيب. نحكيو على واجب الدولة، كي نحكيو على واجب الدولة والسادة المستمعين تو يسمعوا فينا يمشي في بالهم نحكيو على حاجه كبيره، رانا نحكيو على 4000 دينار عمليه جراحيه تدخل جراحي، راي 4000 دينار محمد، راه فما ناس راي 4000 دينار ما تصرفهاش نهارين ثلاثه ايام. صارت والله احنا صارت لنا في رانا في حالات كما هكا، انا نحسن باش نقول انه نعملوا على الدوله، انا نتمنى في حاله كما هكا تهز تليفون جهه ولا اداره عموميه معينه ولا حتى المنظمات الوطنيه من منظمات الصحه وتقول انا نتكفل بالعمليه هذه ومشكورين، وانا نتكفل وانا نتبع حاله الطفل وانا نقدم له الرونديفوات نتاعو، يعني كي تمشي للسبيطار يعطيك رونديفو على تخطيط للقلب، برك تصويره على القلب يعطيه لك معناتها بتاريخ ما يعجزك، شوف الطفل معناتها ربي يطول في عمره هو ما يقعد عايش للوقت هذاك ولا لا، معناها حاله كارثيه. انا ندعم المنبري هذا للمستمعين الكل، اللي يحب يعاون ينجم يتصل بنا على على الارقام نتاعنا راديو كاب اف ام، ولا حتى على الصفحه الخاصه نتاعنا راديو كاب اف ام، ولا حتى على الخاص نتاعنا احنا يكونتاكتينا في اي منبر ولا يكونتاكتي الراديو. راه المبلغ ماهوش كبير جدا، مبلغ 4000 دينار مبلغ يحشم اكثر من اللي يحشم، لما لا نظره للامل في حياه طفل من جديد عائلته. لو كان انا متاكد 1000% وحتى اكثر لو كان جات تقدر 1% باش تعالج ما توصلش انه باش تتدخل هكا، يعني انت مادام راك ماكش تطلب انت هذا حقك في دوله. اول صغير انا مجتمع عندي عام اللي معرفه، هذا اول صغير اللي جبته للدنيا، ان شاء الله ربي يفضله لك وربي يطول في عمره، وان شاء الله يكبر وتشوفه ان شاء الله فما خير في الدنيا وفما ولاد برشا. نتصور ان فما موجودين ولاد الحلال ياسر، الناس قادره تعاون، ماهوش مبلغ كبير، نجموا الناس كل نتعاون شوي شوي نلموه، وليد صغير ملايكه ما عندوش حتى ذنب معناها انه يعيش بتشاور والديكم وعايشكم وربي يفضلكم. مدام فما رقم نجموا يتصلوا عليك يتصلوا بيك عليه معناها؟ هاي 24 هذا 303 248 248. باهي، اللي يحب يعاون اللي يحب يمد يد المساعده اللي يحب يعمل الخير، راهو المبلغ صغير على الاخر مبلغ يحشم، نعاود نقولها ميسالش يحشم، باللي تنجم تعاون ب 10000 ب 5000 ب 100000. العائله هذه راهي ما طالبه حتى شيء، لا قالت لك اعطيني فلوس، لا قالت لك وكلني، لا عايشني، لا شربني، طالبه انهم يعملوا عمليه لولدهم، طفل صغير، زوز عرايس، فرحانين بالدنيا، فرحانين بالرضيع اللي جاهم، لكن مشيئه ربي انه تخلق بتشوه خلقي. شنو نعملوا؟
نقفوا ما تقفش الحياة، نعاونوها المدام ما طلبتش المستحيل وما طلبتش حتى باش تعاونوها ولا تعيشوها ولا توفروا لها عمل. قالت لك انا ظروفي ما سمحتش، نحب نداوي، نحب نفرح به كأي امرأة تونسية عرست وجابت اول صغير في حياتها، نحب نشوف ولدي يكبر قدامي ويضحك كما الناس الكل. اللي حب يعاون يتصل بها على 24 303 248، 24 303 248، ولا زادت نجموا تواصلوا معنا على الصفحة الخاصة متاعنا راديو كابا فيم. كانت هذه كلمة ليك، شكرا ليك مدام. عايشك الكلمة ليك.